موناليزا هي ليست لوحة مبتسمة، وإنما محاربة من عرب إسرائيل. هي حيفاوية مسيحية، رغم أن القانون الإسرائيلي لا يجبرها على الخدمة في الجيش، إلا إنها التحقت لتكون من أوائل المحاربات العربيات في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا اسمي موناليزا عبدو، عربية مسيحية من حيفا، محاربة في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا جندت لجيش الدفاع الإسرائيلي عشان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. أنا جيت أخدم دولتي ووطني، بيتي. أنا من حيفا. مغار. دفك كتير بروح على المغار، درجة عشان بيقربوا لي غاد. إيه؟ ولتشتري زيت من عندهم؟ درجة عشان؟ بيتاخ. شو بتحكي؟ بيتاخ. تي مخصنيت؟ مدن تغاف ريكو باركت يوم باركت يوم. المحاربة موناليزا تعمل على الحدود المصرية، ومهمتها الأساسية منع الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، ومنع المتسللين الأفارقة للدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. وظيفتي كقائدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو أمنع الإرهاب، أمنع دخول المخدرات، وأمنع اللاجئين السودان لدولة إسرائيل. أنا بفكر إنه إذا بمنع دخول المخدرات على دولة إسرائيل، أنا بحمي مش الشعب اليهودي، كمان الشعب العربي. بحمي كل طفل بدولة إسرائيل اللي ممكن يتعرض للسموم بحياته. إذا برجع 3 سنين لورا كنت بتجند وباخذ نفس الوظيفة وبعملها بطريقة أحسن من اللي أنا عملتها. كل حياتي كنت عم بتعلم مدرسة يهودية، بجيل 17 هني أخذوا مكتوب إنه لازم يتجندوا. وأنا ما إجانيش هيك مكتوب على البيت إنه أنا لازم أتجند. فرحت عند أمي قلت لها ماما أنا بدي أتجند. ومن قبل كنت سامعة إنه في كتير بدو بفوتوا على الجيش وبنتوا من حالهم، يعني هن مش لازم يعني يتجندوا. فقلت بركي أنا كمان قبلوني زي ما هن قبلوهن. قلت بروح بجرب. رحت على مكتب التجنيد والقائد كان غد درزي، هو كتير ساعدني، كان معي دايماً وكتير انبسط بس شافني إنه جاي أتجند وساعدني بكتير أشياء. والدتها تشجعها وفخورة بها رغم كل ما يسمعونه من انتقادات، فهي ترى أن ابنتها على الطريق الصحيح. لما أجت بنتي وقالت لي إنه أنا ماما بدي أفوت على جيشنا أتطوع وأخدم دولتي، فاجأتني كتير كتير. ما عرفتش كيف أعبر عن فرحتي، لأنه نموها وتفكيرها بالموضوع هذا كتير 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 كان راقي ومتطور، يعني كانت مفاجأة كبيرة لإلي. أنا بنصح كل الشباب والصبايا العرب إن يتطوعوا لجيشنا، لدولتنا، لوطننا. هون جيشنا، هون دولتنا، وهون وطننا، وهون إحنا عايشين، وهون مماتنا، هون كل أساسنا، من جدودنا لأولادنا وأولاد أولادنا. كل شاب وكل صبية بنصحكم من تجربي، الجيش جامعة، مش مجرد جيش، جامعة، تعليم، أم تاني لكل شاب وصبية. أنا بحافظ على أمن دولة إسرائيل، مش بس على اليهود بل على العرب أيضاً، ورح أضحي بكل حياتي عشان دولة إسرائيل والناس اللي ساكنين بقلب دولة إسرائيل.